إذن هذه خوفك، مشاكلها باطنية غير ظاهرة. قالوا ليش؟ قالوا يحب الشيخ. ما بنقول، أنا أقول لا، أقول لأهل خرفكان لبيك خرفكان، لبيك خرفكان. وإن شاء الله هذا الطريق في نهاية هذه السنة سيفتح للذين يسلكون هذا الطريق. نحن في هذه الحالة ندعي لهم بالسلامة، وندعي لهم إن شاء الله بالوصول إلى ما يريدون. وبيكون في هذا اليوم في خرفكان اللي هو الاحتفال بيوم نسميه عيد خرفكان، احتفال كبير بمناسبة افتتاح الطريق وافتتاح مؤسسات ومرافق ومفاجآت. هذه المفاجآت أحب شيء لأهل خرفكان.